بعدين هي الناس اللي بتتكلم الكلام ده يعني، بس عايز اسال سؤال، هو احنا ما فيش متابعه عالميا لان ده شكل العلاقات التعاقديه مع اللاعبين وبينهم وبين ادارات انديتهم في العالم كله، ان اللاعب مع التجديد دايما، خصوصا اللاعب اللي سنه بيكبر وبيقرب من مرحله نهايه مشواره كلاعب محترف او مرحله الاعتزال، مش بيبقى كل فتره او مع نهايه كل عقد كان سنه او اثنين او ثلاثه اعاده تقييم يا استاذ محمود، مطالب اللاعب مناسبه للنادي ولا لا، عرض النادي مناسب للاعب ولا لا، تستمر العلاقه التعاقديه، اتفقوا او اختلفوا، واعتزل ولا راح نادي تاني. ايه الغريب في ده؟ ليه العالم كله بيشوف ده شيء عادي جدا، جزء من كره القدم، واحنا بنشوف ده يعني حاجه عيب قوي يعني؟ لا، ما انا بقول لك انه واحنا عندنا عيب خطير على فكره في مصر، اللاعب لما يكبر ثمنه بيزيد، مع انه العكس يعني المفروض، يعني بره في اوروبا لما بيكبر اللاعب النجم اللي هو كان مكسر الدنيا بتبقى القيمه الماليه بتاعته بتقل في السوق، لانه خلاص على وشك الاعتزال. لكن الوضع اصبح يعني عرف غريب، وتحت ضغط الظروف اللي انت شايف فيها وقله عدد المواهب وندره اللعب، يعني عايز اقول لك يعني هل الاهلي كان بيتمنى ان احمد فتحي يمشي؟ لكن الاهلي عنده سيستم منسق ماشي عليه، مش عاوز يخرج منه عشان ما يتقالش الكلام اللي بيتقال ده. لما الاول الاهلي عمل وتفاوض بصراحه وكان صريح وطرح، اطلع بعد كده اقول اصله اتقال لي وما تقليش؟ لا، بدليل ان الاهلي لما انتهت التفاوضات بعدم نجاحها طلع بيان بيتمنى اللاعب التفوق وانتهى الموضوع. لا، وعلى فكره عشان الناس ما تقولناش ان احنا بنغير ارائنا او بنتكلم كلام مجرد لان يكون متماشي مع او متسق مع رؤيه اداره النادي، احمد فتحي ما زلنا بنتكلم وبنؤكد وبنقول انه لاعب يعني بكل المقاييس لاعب قوي جدا، مؤثر جدا، جيد جدا، لكن في النهاية حسابات تقييمه فنيا ملك للقائمين على هذا الأمر في النادي الأهلي، هم اللي بيشوفوا الأنسب والتقييم المالي والمناسب وفقا لميزانية النادي ورؤيته للأنسب لكل لاعب في مرحلة عمرية محددة، سن اللاعب قد إيه، ممكن يكمل في الملعب من وجهة نظر اللجنة القائمة على إدارة هذه الأمور في النادي، ده حق أصيل للنادي الأهلي وللقائمين على إدارة شؤون كرة القدم فيه، وليس انتقاص من قدرات أحمد فتحي اللي بنقوله إنه لحد دلوقتي لعيب الجمهور كان شايف إنه إضافة كبيرة ومؤثر ومشاركاته مع المنتخب أو مع الأهلي، وإنه عنده روح قتالية وعنده كل الأرقام القياسية اللي بيحققها من خلال حفاظه على مستواه كلاعب في هذه المرحلة العمرية، عشان ما حدش يقول إحنا بنقول إن أحمد فتحي أداؤه سيء أو مستواه ضعيف فنيا أو بدنيا، على الإطلاق هو لاعب أكتر من ممتاز، ولكن مش من حق النادي الأهلي وهو صاحب الحق الأصيل في التقييم في كل مرحلة. أستاذ محمد كلمنا شو الكلام ده يا محمد، وهيحاسبوا على قراراته. بقول لحضرتك احنا يعني عايز حتى اللاعب لما يجي مثلا ما ينفعش ينكر كل اللي اتعمل معاه ويقول اصل انا ماديا وتعاملت والظروف. احنا لما تناولنا جزئيه احمد فتحي قلنا في فارق انك بتشتري حاجات لا تقدر بالمال في المكان انت موجود فيه، يعني في اسرتك والناس اللي انت عشت وسطهم وخلاص بقى لك سنه ولا اتنين وهتبطل، وانك بتفضل الفلوس، كل واحد وليه تفكيره. هل انا اقول له يعني انك انت اخطات؟ لا، هو ليه وجهه نظره، بس انا لما اتكلمت وطرحنا واتكلمنا قلنا انه كنت اتمنى انه احمد فتحي يكمل، كنت اتمنى انه هو يفكر بعيد عن اللي حواليه، انه هو يدرس الامر، ما تحاولش تقنعني تقول لي اصل انا بحاول اخد تجربه جديده وانا عندي طموح واروح كاس العالم 2022 والكلام الكبير ده مالوش علاقه. هو انت لو كنت في الاهلي كنتش هتروح يعني 2022 مثلا لو مصر يعني اتاهلت باذن الله تعالى؟